السلام عليكم شوبي ديزات كالعادة معكم. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي ديزات، قناة اللي نتكلموا عليها ونجيبوا أخبار على هذه الاتحادية، اتحادية فاشلة، اتحادية اللي ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى اتحادية تاع تجار، اتحادية تاع بزنازة، اتحادية تاع جمع الأموال بطرق ملتوية. حنا قبل ما نبداو نتكلموا حسب ما يتكلم الصحافة، كي نقول لكم الصحافة أنا مانيش مأمن بالصحافة، الصحافة المقربة من زتشي اللي شافوا الليستة ويعرفوا الليستة مليح، اللي شافوا الليستة خاطش عليها معنا سمحوا لنا بالخط، اللي شافوا الليستة ويعرفوا الليستة مليح. حنا قبل ما نتكلموا خاطش كاين فيها ثلاثة ركائز اللي غادي يطير حسب المعلومات اللي يدور، وعندنا ناس يخبرونا الحمد لله يا ربي، ولاد الجزائر، ود الجزائر، ولاد الجزائر اللي يخبرونا على امور كي راهي تصرع. حنا قبل ما نبداو نترحموا على شهدائنا، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، وخليها تصدي اتحادية تصدي اللي صدار راه يطير صايق صدار صايق صايب، ما الريح راهي طايره لهم في السطح. وجي الشعب معاك يا جماعه بالماضي مع الفريق الوطني الجزائري، خاصة مبولحي طايدر وبن طالب. حنا على بالنا عليه رانا نتكلمو كيما هكا، مش كيما ناس وحد اخرين يدخلوا زوج ولا ثلاثه، لا هادو ثلاثه اللي راهم محطه عند قناه الهداف المدعمه للاتحاديه الفاسده. قناة الهداف لا يتدعم في الاتحادية فاسدة. نتكلموا راني عارف شتا كاين الداخل في الهداف، وقلت لكم الداخل في الهداف على بالي شتا راهم حاطين قدامهم. النجاحات تاع مبولحي راهي تزيد تمرضهم، النجاحات تاع مبولحي راهم يزيدوا يمرضوا، كي يبغوا يهضروا على مبولحي، مبولحي يدير بارتي مطردقة يحبس بولحي، يقرأوا بولحي ماركلو 3 بيت 4 بيت يطيحوا عليه كيما كانوا يطيحوا عليه من قبل باب تعقلوا، يفرحوا كي ماركلو بولحي، يفرحوا كي بولحي يخسر، كيما راهو فرحانين المحرز يلعب دوزيام ميطو راهو فرحانين، قال لك عام محرز ولا بنطال ولا بولا، المهم يفرحوا. هذو اعداء الجزائر، اعداء النجاحات، اعداء العلم. هاد الناس هادو اللي حنا رانا نهضروا تشوف، حنا الحمد لله نعرفوهم، كاين بزاف صحافه لما يدخلوا يكومونتو عندي وانا نعرفهم وراني مخليهم، راني مخليكم وراني عارفكم بالواحد، راني عارفكم بالواحد خاطش عندي ناس نشطاء طيارات في اليوتيوب، يدخل للداخل عندك للميكرو تاعك، يدخل عندك للميكرو تاعك خاطش نتوما، انا نقول لكم كاين صحافه لما يدخلوا اسماوات وحد اخرين سخافين، يشوف ما داما يدخل عندها يبغي يعرف فما كرانا نعطوكم رانا نضرب لكم للركابي وندخل لكم كاع باسماوات. انا قلت لك ما ندخل لك باسماوات وحد اخرين كاع، تترسل تصاوير غير وحدك تولي ترسل في التصاوير، تصاوير تاع كلاب تولي ترسل، تصويرتك تاع كلب تولي ترسل فيها، هذا الزيرو هذو كاع تولي ترسل، قصروا باللي نظافه قصروا، نسخفوكم بالخنز تطيحوا على ريسانكم ككلاب كالضبوعة، شحال من خطرة حشينا لكم سخر هذا. وكاين نقول لكم خاطش علاه باين نبدلوا لكم السيستم، هذا السيستم الحرق صاي، راني نقول لكم كنا نحشوها لكم اسماوات تاع خان تاع خنز، تطيحوا على ريسانكم وليتو ترسلوا لنا التصاوير تاعكم، ترسلوا لنا نعرفوكم، هيا ولينا نعرفوكم، نعرفوكم مليح. راهو بيبدلو معاكم هاد السيستيمات وحد اخرين، فانك تزيدو طيحو على ريسانكم، هادي اللي نقولها لكم. حنايا قبل ما نبدا ندخلو في الموضوع تاعنا، الموضوع تاعنا وهو جمال بالماضي اللي غادي يستغني على ثلاث لاعبين حتى اربع لاعبين اساسيين، كانوا اساسيين وكانوا قطعة اساسية في المنتخب الوطني الجزائري، منهم سليماني بن سبعيني اللي شاف هذا تشافاي، فاني تشافاي اللي كانوا يتكلموا عليه، وكاين كيما بالقايد قالوا كاين تشافاي كاين منا تشافاي هذا فانيك بن سبعيني سليماني. سليماني احنا والله ما نكرهوه ولا حاجه، بصح شتي لا
كاين الناس البارح البنت كي دايره مركاه بن طالب بالفوضيل. شنو البنت كي دايره مركاه بالفوضيل؟ تكنيسيا، الناس تلعب بريصانهم، يلعبوا بكريهم، يلعبوا بقوايمهم، بقوايمهم يلعبوا الى خرج عليك ماركي ما يحصلش في الضوء، ما يحصلش في الضوء سليماني. الى خرج الشبكه قدام شاف الشبكه يشوفها. كاين هذو ثلاثه لاعبين، كاين ذاك حسني اللي كانوا اتحاديه تاعنا، وين جابت لعاب واحد هذا حسني وقيل مع السلامه. حنا نتمنوا له ان شاء الله يزيد يزين روحه وينجح ويعاود يولي الفريق الوطني الجزائري، خاطش عليه ما بقاش الوقت حقل التجارب، حقل التجارب في الفريق الوطني ما بقاش. دروك حقل التجارب نقول لكم وين راه؟ راه في السان جويي. مين يبغوا يسيو الزريعه يجيبوها ب 20 مليار يسيوها في السان جويي، الغازو يسيوه في الرخ. راهم كيما كيخدموا. حنا وين نتمناو ان شاء الله بربي الناس تفيق لهادو. واش تنقول له حنايا؟ مازال الناس ما دارت والو، مازالوا ناس مسائل، مازالوا ما داروا، ما درتوش ديبار، ما درتوش. كاين حملات تعبوط، كاين من الناس الشعب الجزائري باغي يشوف وجوه نظافاء، خاصة أنا وين نتكلم في المجال الرياضي. فوط راه جاي، ناس يتنظم فوط، بصح راكم ناسيين حاجة لازم نشوفوا ناس نظافة. هذا الوزير ما قنعش، هذا الوزير ما قنعش. افير تاع زرواطي نورمالمون لا جيستيس لازم يتكلم، يعاد بد لي تشوف زاتي يجيب، زاتي يجيب فلان، جيب فلان، جيب دق دق والو ما كاش. بصح حنا ما شلنا والو لحد الان، مازلنا ما شلنا والو. لازم التنظيف مرحلة قدام مرحلة تاع الهبوط، لازم ديروا لنا ناس نظافاء، ناس نظافاء. هذه اللي نقولها لكم، هذه رسالة والساهم يفهمنا. ناس نظافاء، ناس مقيين، ناس وطنيين، هذا اللي انا باغينا حنايا. كي تجيبوا في الرياضة غادي تجيبوها وتجيبوها وتجيبوها، الله يسهل عليكم في جهة واحدة أخرى. بصح الرياضة بحر، واستعمر السياسة، الرياضة استعمرت السياسة، استعمرت السياسة الرياضة. بكري ما كانش، بصح دروك كي تتبع الموند، كي تشوف الماريكان تشوفها تضرب باش تنظم كأس العالم. وقلتها لكم من قبل، لازم قلتها لكم، لكم ماريكان سقسات الحاجة دروك للحروبات ومن الناس هايك، الناس كرهتهم في الحروب. دروك قال لك شتايا هادي، نتبعوا الرياضة، راهم يتبعوا الرياضة بينظموا كأس العالم، عندهم ذراع نظموها، عنده داوها ذراع، كي باغي يدوها داوها ذراع. كاش الهضره؟ راني عارف روحي شاني نهضر. ولو كان كاين ناس اللي وعوا يتكلموا هذه الهضره، بصح حنا رانا نتكلموا هذه الهضره، خاطر ما كاش ناس لا يهضرها، ما كاش لا راه يتكلمها. حنا سمحوا لنا باك خرجنا للمجال الرياضي ومنا ومنا، حنا عندنا معلومات جامعه بالماضي وين راه رايح يوخر ثلاث لاعبين حتى ربع لاعبين اساسيين. صح، سوداني رامبليسي، سليماني بالسبعيني، فليشة مسكين خبيزة، وهذاك حسني ولا معك سموه، هذو ربعة اللي غادي رايحين يتبدلوا ان شاء الله في ربي. هذه يا ربي يحفظكم، وتحية الجزائر وصحيتكم.